السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مين المسؤول عن قضية التحرش الجنسي المنتشرة في المجتمع المصري في الفترة الأخيرة واللي أصبحت ترند والكل بيتكلم عنها؟ الله تبارك وتعالى قال: ما فرطنا في الكتاب من شيء. كتير من الناس دلوقتي عمال يتكلم عن القضية من الجانب النفسي ومن الجانب المجتمعي، ونسى أن الله تبارك وتعالى ما ترك شاردة ولا واردة إلا ذكرها في كتابه الكريم. قال الله تبارك وتعالى: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون. وقال أيضا في الآية التي تليها مباشرة: ليحمل الناس جميع المسؤولية ذكورا وإناثا شابا أو فتاة. قال: وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن. هذه الآية أيها الأحبة الكرام تفصل مسألة تماما. قضية التحرش الجنسي هي مسؤولية المجتمع بالكامل، جميع أفراد المجتمع مسؤولين عن هذه القضية، الرجال والنساء، الشباب والفتيات. خد بالك في الحديث اللي هقوله لك دلوقتي هيفصل لك هذه المسألة. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: أيما امرأة خرجت من بيتها فشم منها ريح، وفي رواية فوجد منها ريح، إلا كانت كذا وكذا، أي كأنها وقعت في الفاحشة. المسؤولية تقع على جميع أفراد المجتمع، كما قلت لكم الأب مسؤول عن هذه القضية، والأم مسؤولة، والأخ مسؤول، والبنت مسؤولة، الكل مسؤول. كيف أسمح رجل لابنتي أن تخرج متبرجة متعطرة فيجد الشباب منها الريح ويجد منها الزينة فيقعون في هذه الجريمة المجتمعية؟ كيف أسمح الابن لأخته أو الأخ لأخته أن تخرج على هذه الحالة؟ كيف يسمح الزوج لزوجته أن تخرج على هذه الحالة؟ طيب، الله تبارك وتعالى لما أمر الشباب أن هم يغضوا أبصارهم لابد أن يستجيب الشباب. حتى لو رأيت هذه المعاصي، حتى لو رأيت المرأة متبرجة، حتى لو رأيت المرأة على أسوأ حال، غض بصرك. ليه تغض بصرك؟ اسمع إلى هذا الحديث. الحديث رواه أبو أمامة البهلي رضي الله عنه وأرضاه، قال: أتى شاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: يا رسول الله، إذن لي في الزنا. فنظر إليه الصحابة ويعني زجروه بنظرهم، حتى قالوا له: مه مه، يعني كأنك تبتول إيه، أنت مجنون. فقال: يا رسول الله، إذن لي في الزنا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ادنه، تعالى قرب. فلما جلس عند النبي صلى الله عليه وسلم قال: أترضاه لأمك؟ قال: لا والله يا رسول الله، جعلني الله فداك. قال: وكذلك الناس لا يرضونه لأمهاتهم. قال: أترضاه لأختك؟ قال: لا والله يا رسول الله. قال: وكذلك الناس لا يرضونه لأخواتهم. قال: أترضاه لابنتك؟ أترضاه لعمتك؟ أترضاه لخالتك؟ وهذا الشاب يقول: لا والله يا رسول الله. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: وكذلك الناس لا يرضونهم. ثم وضع النبي صلى الله عليه وسلم يده على صدر هذا الشاب وقال: اللهم اغفر ذنبه وطهر قلبه وحصن فرجه. الشاهد من هذا الحديث: أيها الشاب اللي انت بتعاكس، يا متحرش، انت ترضى الكلام ده لأمك؟ ترضى لأختك؟ ترضى لبنتك؟ ترضى لعمتك؟ ترضى لخالتك؟ لا ترضاه. إذن لا تفعل ما لا ترضاه لأهلك، لا سيما أنك مأمور بذلك. قال الله تبارك وتعالى: إذا كنت مؤمن ينبغي أن تستجيب. وقل للمؤمنين يغضوا، قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم واحفظوا فروجهم. إذن المسؤول عن قضية التحرش الجنسي ليس فصيلا واحدا من المجتمع، المسؤول عن قضية التحرش المنتشر في المجتمع المصري الآن هم جميع أفراد المجتمع، رجال ونساء، شباب وفتيات، كل أفراد المجتمع مسؤولين. ما ينفعش أبدا أبدا أن أنا أحملها لفصيل معين، ما ينفعش أن أنا أقول السبب في التحرش الجنسي هي البنت عشان بتطلع متبرجة. أنا معاك، لكن كمان الشاب اللي مش متربي على خوف الله تبارك وتعالى، الأب اللي مرباش ولاده على أنه يتق الله تبارك وتعالى ويخاف الله ويعلم أن عليه رقيب وأنه متابع من قبل ملائكة السماء، البنت التي لم تربيها أمها على أنها ينبغي أن تتق الله وأن تخرج في لباس محترم، تخرج في بغير زينة، بغير تبرج. المرأة الآن تعرض نفسها للفتن، المرأة تخرج الآن إلى الشارع تتزين أكثر مما تتزين الزوجة لزوجها في البيت، هذا كله محرم. قضية التحرش الجنسي مسؤولية جميع أفراد المجتمع، وينبغي أن يتحمل كل هذه المسؤولية حتى يطهر الله تبارك وتعالى قلوبنا ويغفر ذنوبنا. أسأل الله أن يعفو عنا جميعا وأن يحفظنا بحفظه وأن يستر فتياتنا وأن يرزق أبناءنا العفاف والعفة، إنه ولي ذلك والقادر عليه. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.